نروح نشوف بقى مع بعض جدول ترتيب بطولة دوري الجمهورية نبتديها مع 2001 وضع يعني فريق النادي الأهلي في جدول كل مسابقة. الأول مسابقة 2001 فريق الشباب طالع الجيش متصدر المسابقة من 5 لقاءات فاز في 5 مباريات برصيد 15 نقطة، النادي الأهلي في المركز الثاني ب 13 نقطة بفارق نقطتين عن نادي طالع الجيش، الزمالك في المركز الثالث 13 نقطة، فاركو في المركز الرابع 10 نقاط، الاتحاد السكندري في المركز الخامس رصيد 10 نقاط، مصر المقاصة في المركز السادس برصيد 9 نقاط. سموحة المركز السابع 8 نقاط، سيراميكا كليوباترا الثامن 8 نقاط، بيراميدز مركز التاسع 7 نقاط، الإسماعيلي العاشر 7 نقاط، الجونة 11 7 نقاط، البنك الأهلي في المركز 12 برصيد 6 نقاط. ال 13 المقاولين العرب، مركز 14 إنبي، 15 شاد دخان، 16 المصري، غزل المحلة 17، وفي المركز الأخير بدون أي من النقاط 18 نادي كوكاكولا. نروح نشوف بعد كده ترتيب مسابقة 2006. 2006 اللي بيقوده من الكابتن سامر عبد الرحمن متصدر هذه المسابقة، النادي الأهلي لعب 5 ماتشات عنده 12 نقطة، مصر المقاصة في المركز الثاني 11 نقطة، المصري في المركز الثالث، الزمالك في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، المقاولين في المركز الخامس، وادي دجلة في المركز السادس. المركز السابع نادي الإسماعيلي، الثامن الإنتاج الحربي، زد في المركز التاسع، العاشر سموحة، المركز الـ11 بيراميدز، مركز الـ12 نادي إنبي. 13 كوكاكولا، المركز الـ14 الاتحاد السكندري، غازي المحلة في المركز الـ15، الشباب الدخان 16، والبنك الأخير في المركز 17 المركز الأخير. نروح بعد كده لمسابقة 2007. 2007 أيضا النادي الأهلي متصدر هذه المسابقة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، بيراميدز في المركز الثاني، سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث، الرابع فاركو، الخامس الاتحاد السكندري، السادس سموحة، السابع طلائع الجيش، الثامن الزمالك، الجونة التاسع، العاشر الإسماعيلي، 11 بنك الأهلي، 12 المقاولين العرب، 13 مصر مقصة، 14 وادي دجلة، المركز الـ15 المصري، 16 الشاد دخان، المركز الـ17 إنبي، والمركز الأخير 18 غزل المحلة بدون أي من النقاط. نروح دي كانت كل المسابقات، ما شاء الله شايفين النادي الأهلي متصدر معظم المسابقات حتى في فريق الشباب 2001 فارق نقطتين عن طلائع الجيش، لسه المسابقة كبيرة، عندنا فريق قوي إن شاء الله يقدر يحصد مسابقة الشباب.